نكمل الفيديو. ريمارك ثانية إنه الأسايمنت بروبلمز أرسو بإمكان الأوبجكتيف فانكشن مالت المسائل التعيين أن تكون نون لينير. تعرف شنو نون لينير؟ لينير معناها تاخذ مثلا إكس تربيع ساين كوساين، تكون مو خطية، فيسموها كوادراتيك أسايمنت بروبلم. وأيضا أكو شكل آخر من الأشكال من الأسايمنت بروبلم يسموها ماتشنج بروبلم. هاي شنو؟ هاي إذا نريد نختار زوج من الأشياء من مجموعة واحدة، زوج من الأشياء من مجموعة واحدة، زين، فراح تكون بهالشكل هذا، راح تكون بهالشكل هذا، راح نجمع الاثنين هنا لأنه قاعد ناخذ زوج من الأشياء مجموعة واحدة، حاصل جمعهن واحد معناها واحدة من عندنا راح تكون صفر. هاي ما راح نتطرق لها احنا الماتشنج بروبلم، لأن هاي بس أمثلة قاعد نعطي. نجي هسه على مسائل أخرى، سيت كفرنج باكنج بارتيشن بارتيشن العفو بروبلمز، اللي هي الغطاء، مسألة الغطاء، مسألة التعبئة، مسألة التقسيم. ذني شيء يشبه شيء، بس كل واحدة قاعد تسوي في الشغلة. راح أنطي هسه المثال هذا الأولاني على سيت كفرنج. خلي افرض عندي أنا ست مدن في مقاطعة واحدة، وهاي المقاطعة قرروا أن يحددوا أن يبنون مجموعة من الإطفائيات، محطات الإطفاء الحريق، بيلت فاير ستيشنز هنا، فيريدون يبنوها بأقل عدد ممكن من المحطات بحيث يغطن هاي المدن الستة، ويضمنون انه اقل مسافه من هالمدينه لهالمحطه هي 15 دقيقه. حياتها المحطه تنبني في مكان معين بحيث اقل مسافه من هالمدن دائر مدارها هي 15 دقيقه الها. منطين التيبل بهالشكل هذا، هاي ست مدن بسته، احنا ماخذين هنا سيمتريك متناظره. خلينا نشوف هنا اقل من ال 15 دقيقه يا هي هنا 0 و10، هنا 10 0 10، هاي المسافات اللي هي أقل من 15. راح نبني الموديل، راح يكون طبعا هنا الفورمولات مالته هو اي بي اللي هو انتجر بروجرامين، زين، ونشوف ايش قد عدد الستيشن نقدر نبنيهن وين مكانهن. سولوشن، نجي على متغير القرار. إذا قررنا نبني محطة بهالمكان هذا بهالسيتي هاي، زين، إيش أنطي؟ أنطي واحد. إذا واحد if a fire station is built at city J، إذا قررت محطة X أبنيها بالسيتي J أنطيها واحد، إذا ما بنيتها أنطيها صفر. أجي على الكونسترينت مالتي، الكونسترينت أكتبهن اعتمادا على الجدول الثانية. شوف هسه المدينة الأولى عندي ايش قد المسافة؟ عندي هنا 0 و10. المدينة الثانية عندي 0 10 10، هاي كل واحدة من عندهن هي متغير، فنلاحظ انه الـ X1 هو كان مكانه بالبداية، هذا مكانه، فأخذ X1، هذا أخذ X2، هذا هسه X1 زائد X2 زائد X6، هذا هنا هسه الكونسترين الثالث X3 زائدا X4، هنا X3 زائدا X4 زائدا X5، هنا بالمدينة 5 X5 زائدا العفو هي من هنا دي X4 زائدا X5 زائدا X6، هنا X2 زائدا X5 زائدا X6. دني القيود مالتنا ستتهن، كل قيد من عندهن هو يمثل لقيد مال المدينة الفلانية، ويكون أكبر أو يساوي واحد لأن المسموح لي أكثر من واحد بالمدينة الواحدة. هذا آخر قيد عندنا. دالة الهدف شنو؟ إنه أجمعهن كلهن، المحطات كلهن مالت المدن مالت المتغيرات كلهن أكتبهن، وأشوف ياهو ذني بيهن بالنهاية من الحل في طريقة معينة بألغوريثم معين. نشوف هذني بعضهن راح ياخذ واحد وبعضهن راح ياخذ صفر، فيطلع لي شنو؟ أقل عدد من المدن اللي راح ينبني بيها
الفاير ستيشن. نجي هسه على السيت كفرنج. هاي تنحل المسألة بالسيت كفرنج، هذا مثال إلها بديت بي أنا. خل نفرض أني أنه عندي كل عنصر ينتمي لهاي المجموعة N لازم يغطى بعنصر أو مجموعة عناصر من هاي المجموعة من S1 للSM، حيث هنا كل واحدة من عندهن المن تنتمي، إذن ينتمي للمحتويات بN، حيث هنا الSJ محتوات بالN كل واحدة من هالمجاميع هاي، والجي من واحد إلى الM. أنا أريد أغطي الN مجموعة كاملة، أريد أغطيها بوحدة أو أكثر من واحدة من الSJ. خل نفرض هسة الكوست المرتبطة بهاي المجموعة SJ سميتها CJ عفوا. إذا هسة الهدف مالتنا الأوبجكتيف شنو هو؟ إيجاد أصغر تكلفة الغطاء للمجموعة الأصلية مالتي N، بحيث كل I تنتمي للN على الأقل موجودة واحدة من الSJ ذني، واحدة من هذني على الأقل، كل عنصر من هالعناصر تغطي واحدة من هذني على الأقل واحدة، يعني قد تكون أكثر من واحدة تغطي هذا العنصر اللي ينتمي للN. هاي فكرة الغطاء، إنه أنا مجموعة عندي أصلية وننتقي من عدها سبسيت من عدها، كل واحدة من هالمجاميع هاي قد تغطينا أكثر من عنصر من هاي، يعني العنصر الواحد هذا قد يكون موجود هنا وهنا. صورة عامة هسه راح يكون الموديل بهالشكل، شكله هذا الجنرال مالته مينيمم سي جي اكس جي، بحيث سوميشن اي اي جي اكس جي اكبر او يساوي واحد. والاكس ينتمي للصفر واحد باينري. عندنا الاي اي جي شنو هو هذا؟ الاي اي جي هنا هم ياخذ صفر واحد، لهالسبب الاي اي جي المصفوفه مالتها تنكتب بهالشكل. شلون قبل شوي انا متغيرات القرار من كتبتهن، شوف ياخذ نفس المواقع ومضروب الاس جي والاكس جي والاكس جي اثناء الحل، خلينا نشوف ما نعرف ياهو بيهن راح تاخذ صفر لو واحد، لكنه الاي اي بي تنكتب بهالشكل هذا، نعبر عنها بصفر واحد ام باينري زين، وتكون المصفوفه الاي اي جي هنا نمثلها بمصفوفه اي اللي هي هياتها الماتريكس اي، تعرف تعرف يعني ان للفاير ستيشن بروبلمز هالشكل هذا. واحتمال طبعا يطلع عندنا اكثر من مدينة، يعني مو مدينة واحدة تنبين بيها، احتمال اكثر من مدينة يطلع بيها ينبني الفاير ستيشن. السيت باكينج نفس المسألة فوق تشبهها، لكن شنو بالعكس. ها شنو عندي؟ عندي مجموعة من الان من الاشياء، مجموعة اريد اعبيهن، هاي اسمها مسألة التعبئة، اريد اعبيهن بحيث اختار جزء من الاختار مجموعة من الاس جي، ابدي اختار من عندهن على مود الجي اكبر قيمة كولكشن اقدر اعبي. هاي وين يستخدموها؟ يستخدموها التعبئة بالادوية، مثلا شايف شريط الادوية شلون يتقسم بشكل، وانه هاي العناصر مال ان مصر شي فوق شي، مصر اوفرلابينج. هاي الفقرة مالتها او المفهوم مالتها، فشوف نفس التعريف لكن يكون اقل او يساوي واحد. ليش؟ لان ما اريده يصيرن اوفرلابينج، ما يصيرن يتقاطعن شي فوق شي. بالنهاية هسه السيت بارتيشن بروبلم نفس الفكرة، لكنه تجمعهن اثنيناتهن. راح نفرض الكفرنج والباكينج سوية، مسألة الغطاء مسألة التعبئة سوية، بحيث هنا الواجب انه نغطي المجموعة ان باكملها، وواحدة ما تكون متقاطعة ويا الثانية، ما يصير اوفرلابينج. هياتها مثل ما قاعدة ارجع مرة ثانية اقول، واجبنا انه نغطي المجموعة ان لكن ما يكونن اوفرلابينج، وهم الجي اصغر تكلفة، لهالسبب ياخذ المساواة. وعلى ما تاخذ فكرة اكثر عنه موجود بالكتب الان اعطيتك اياها، وهمينا بالويكيبيديا موجود. شكرا. عندك هنا اكسرسايز همينا تطلع عليهن، اذا فهمت حاول تحلهن.